وللحديث عن مصير الآثار العراقية التي سرقت وهربت إلى الخارج وتقييم المحاولات الحكومية لاستردادها خلال السنوات الماضية، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعاوي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. يعني بعد مرور 18 عاما هناك حديث من الحكومة عن استعادة أكثر من 17,000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا يعني هذا الرقم بالنسبة لكم؟ تحية لكم ولمشاهديكم ومستمعيكم الكرام. أنا أعتقد هذا الرقم الكبير جدا، يعني أن هناك عملية نهب منظمة لهذه الآثار، والسؤال هو كيف وصلت إلى الولايات المتحدة ومتى سرقت، ولماذا لا تفتح المحاكم الدولية أو العراقية المحلية التحقيق في نهب هذه الثروات الوطنية. لحد الآن كل ما يذهب مسؤول يأتي بمجموعة من الآثار ويقول أنه هذه حصلت عليها من الدولة الفلانية لغرض استردادها. يا سيدي، من السارق؟ هذه كل هذه الآثار سرقت أبان الاحتلال عام 2003 من قبل الجنود الأمريكان أنفسهم، وهربت الولايات المتحدة من قبل الطائرات الأمريكية نفسها، والآن يمنون علينا بإعادة هذه الآثار وهذه الثروة الوطنية. وللأسف أنه لا يوجد نظام سياسي وطني حريص على هذه الآثار لغرض المطالبة بها من خلال المؤسسات الدولية وإعادتها جميعا إلى العراق، وكأنما هي تعطى إلى العراقيين بالتقسيط ولا يحاسب أي سارق على لهذه الثروة الوطنية. نعم، يعني بعد مرور كل هذا الوقت يعني هناك محاولات حكومية، هل تعتقد بأنها جادة أو أنها تستطيع أن تستعيد هذه الثروة المنهوبة؟ أنا أعتقد أنه زيارة السيد الكاظم للولايات المتحدة لن تكن لجلب هذه الآثار. هذا يعني ما يجب أن نركز عليه. زيارة السيد الكاظم كانت من أجل حوار استراتيجي لغرض إخراج القوات الأمريكية من العراق، ولأنه لم يحصل على هذا الذي ذهب من أجله فجاء ببعض الآثار وبعض لقاحات كورونا، والشعب والإعلام العراقي ما زال يطبل على هذه الزيارة وكأنها زيارة حققت الهدف استراتيجي، وهي بل هي كانت زيارة تكتيكية لغرض شرعنة القوات الأمريكية. أما هذه الآثار التي جاء بها فهي تعتبر من جرائم الاحتلال الأمريكي الذي يحاسب عليها، ومن جرائم أيضا الحكومات العراقية التي سكتت إن لم تكن هي مساهمة في سرقة هذه الآثار. نعم، يعني هناك بعض الألواح المهمة من ملحمة جلجامش الأثري مثلا والذي سرق من العراق، هذا اللوح يشير بأن الدول الغربية لن تتنازل بسهولة عن مثل هذه الآثار النفيسة ما لم يكن هناك مطالبات حثيثة من الحكومة ومن الجهات المختلفة. سيدي، الحكومات العراقية وأغلب المسلمين العراقيين ما تهمهم غير مصالحهم الشخصية فقط والحزبية. اليوم الآثار العراقية اللي موجودة الآن داخل العراقية تتعرض للنهب والسلب والتدمير، سواء في الموصل الآثار الآشورية أو في بابل أو في الناصرية أو في أي مدينة من المدن العراقية. العراق مليء بالآثار، هؤلاء دمروا حتى الآثار اللي موجودة التي ما زالت باقية على الأراضي العراقية بحجة استثمارات، بحجة سرقة هذه الأراضي. واليوم كيف أحد يعتمد على مثل هذه الحكومات في استرداد هذه الأموال الوطنية والتاريخية التي تهم حضارة وتاريخ العراق؟ لا يمكن أن يعول على هؤلاء في استرداد هذه الآثار. يعني تقصد أن الذي لا يستطيع أن يحافظ على ما هو موجود في البلاد كيف سيستعيد آثار من خارج البلاد؟ نعم نعم، بالتأكيد هذه ثروة وطنية لا يحرص عليها إلا القوى الوطنية والحكومات الوطنية حتى تستطيع أن تحافظ عليها. حتى هناك يعني مواقع كثيرة للتنقيب غير قانونية باستطاعة الحكومة أن توقفها، لأن هذه المواقع غير القانونية بالإمكان أن تكون منفذا لتهريب ونهب هذه الآثار بطرق غير شرعية أيضا. أستاذي، أنا أستاذ بالتاريخ، كانت تأتي البعثات الألمانية من أجل التنقيب والحصول على بعض هذه الآثار. الحكومات الوطنية السابقة رفضت هذا العرض ورفضت أنه أن يكون أي دور لقوى أخرى سوى الأجور المالية المادية فقط للمنقبين عن الآثار. هكذا كانت تتعامل الحكومات الوطنية حرصا على آثارها وتراثها الوطني والحضاري. اليوم تباع الآثار والتراث الوطني بالمزاد،
وبسوق النخاسة، وهذا الأمر ما موجود بالعالم أجمع. اليوم الآثار الوطنية نفسها أنا مثل ما ذكرت لك هي قابلة، يعني يسعون حول إزالتها من أجل بناء أو استثمار لهؤلاء الذين ملأوا جيبهم من مال السحت العراقي على حساب الثروة الوطنية والتراث العراقي. نحن أمام عملية منظمة لتدمير هذا التراث وهذه الآثار. هل يستطيع سيد حسين من لا يحافظ على تاريخ وآثار البلاد أن يصنع حاضرا ومستقبلا لها بصراحة؟ لا بالتأكيد، اللي ما يحافظ على البشر العراقي نفسه كيف يحافظ على آثاره؟ اليوم المواطن العراقي نفسه يعني مهانة كرامته، مسلوبة إرادته. اليوم نقرأ فقط عن مقابر جماعية وقتل واغتيال واعتقال وتهجير ومخيمات ونازحين، كيف أمثال هؤلاء سوف يحافظون على الآثار؟ لا يمكن، يعني الأحياء أولى بالحفاظ، وهم لم يحافظوا على الإنسان العراقي، فلا أعتقد أحد يعول عليهم في الحفاظ على الآثار وهذه الثروة الوطنية والحضارية للعراق. أعتقد نعم. أنا أكرر أقول هي عملية منظمة لسرقة هذه الآثار ونقلها إلى الدول المفلسة حضاريا وتاريخيا لكي تبني فيها متاحف وتفتح لها السياحات التاريخية للآثار. نعم. عدم تفعيل السلطات والأحزاب الحاكمة في العراق الاتفاقيات الدولية لاستعادة آثار العراق أو حماية ما تبقى منها في البلاد، إلى أي مدى يعكس العجز الحكومي والحزبي أمام استمرار التهريب واستنزاف هذا الإرث الحضاري العظيم؟ هذا هو يثبت أنه نحن لسنا أمام حكومة وطنية تطالب بآثارها الوطنية. هؤلاء يتكلمون فقط عن مع تماثرة بيع وشراء الآثار لتهريب. أكو بعض الآثار هربت من قبل هؤلاء المسؤولين إلى الخارج وبيعت، وهناك طرق للتهريب كثيرة والقصب القبض، بعض المفارز القبض على أمثال هؤلاء، وما زالت هناك بعض الدعاوي مقيدة في القضاء العراقي ولم تحسم أو أغلقت نتيجة سرقة هذه الآثار. العملية منظمة ساهمت، ولكن على رأس من ساهم بها هي القوى السياسية والاحتلال الأمريكي والإيراني لنهب هذه الآثار. وأنا ذكرت لك أنه أيضا حتى الآثار اللي موجودة داخل العراق هي معرضة للنهب والسلب والتدمير، وهذا الأمر لا يمكن أن يعالج إلا من خلال حكومة وطنية تحفظ الشعب العراقي أولا ومن ثم آثاره وتاريخه وحضارته. أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي سيد حسين السبعاوي.